الاتحاد الافريقي لازم يفتكر هذا الامر. في 2019 ومش من بعيده، في 2019 عندما تورط، زي ما بقول لحضرتك كده، تورط الاتحاد الافريقي في عدم لعب بطوله امم افريقيا 2019، ده كان شهر يناير والبطوله كانت في شهر 6 لو فاكرين. شهر 1 مش هنلعب وتأجلت لشهر 6. ليه مش هتلعبوا؟ الكاميرون ما كانتش لسه خلصت الملاعب بتاعتها. جريوا على المغرب قالوا لهم كذا، المغرب اعتذر حقه. راحوا على مين؟ راحوا للكبير، راحوا لبلدك مصر. الاتحاد الافريقي راح وقال لهم معلش حاولوا تعملوا لنا هذه البطوله، انجح بطوله خدتها اعتقد الجزائر، المنتخب الجزائري في ذلك الوقت، الجزائر والسنغال في النهاية. الجزائر جاب محرز اللي جاب الجول. مصر طلعت الموافقات الحكومية وطلعت كل حاجة ووقفت مع الاتحاد الأفريقي. ووقفت مع الاتحاد الأفريقي. لأنه أنا البلد صاحب العراقة وصاحب التاريخ الكبير وصاحب كل حاجة. مش زي ما الأستاذ فوزي الأقجع بيقول. العالم كله اتكلم على مصر وعلى استضافة مصر، افتتاح واختام وحسن تنظيم وأمن وأمان، وكل الناس اتكلمت عن هذا الأمر في 2019 في شهر ولا في شهرين، نظرا لأن البنية التحتية المصرية زي ما حضراتكم كلكم عارفين وبتشوفوا. فيجي واحد يتكلم بهذا الشكل علشان وناس ساكتة، الناس كلها ساكتة، هو في ايه؟ النهاردة الأهلي، بكرة هيبقى في فرقة تانية، في معاداة هتبقى واضحة للفرق المصرية خلال الفترة اللي جاية لصالح الفرق المغربية. وأنا هنا لا أنتقد، ماليش دعوة بالمغرب، ماليش دعوة بأي حد. ده أمم أفريقيا وده اللي حصل في 2019. أنا هنا بتكلم عن النادي الأهلي. قد يكون النادي الأهلي هو السبب في كشف فساد الكثير خلال الفترة اللي جاية. وعلى كل الأندية المصرية من مصلحتكم التضامن مع النادي الأهلي في هذه القضية. والنادي الأهلي هيحارب لوحده، ما عنديش مشكلة، لأن احنا بقالنا حتى ما فيش إعلاميا خلال الفترة اللي فاتت، ما كانش في حد بيتكلم عن أي شيء قبل المباراة. ولكن أنا هنصح وبنصح وبقول، لكن ما عنديش مشكلة اللي مش عايز يتضافر، عايز يقول حاجة، ما هو حر.